ادري وننتبه لهذا الموضوع. المركز الرابع طبعا الدرجات مره قريبه جنب بعض، فلا احد يتوقع انه الرابع صار. طبعا الجائزه عباره عن 500، وطبعا يستلمها من الصندوق. حصل عليها مجموعه 500 حصل على 500 درجة لهذا اليوم. المجموعة الثالثة، والله يا شباب عشان أقول حاجة بس يا حبايبنا في الإعداد الله يعطيكم العافية، تعطونا درجات واضحة عشان لا نكون عصار. طيب الله يعطيكم العافية. المجموعة الثالث اللي ما أخذ معنا مركز الثالث، كأنك عارف يا والد أشر لي صح؟ بعد الخاص. المركز الثالث حصل على 70 درجة، وهي مجموعة عبد الرحمن المطيري. تحية قوية قوية لا الله يعطيه العافية. أشكرك يا عبد الرحمن وأشكر هذه الروح معاك أنت والشباب اللي موجود معاك أنت وعبد الله. ناخذ المجموعة، الفرق بين الأول والثاني، الفرق بين الأول والثاني درجة واحدة بس، وخصم عليهم طبعا بعد الخصم يعني. يلا يا رب على عبدك قبل ممكن اتكلم. المركز الاول يلا يا رب حصل على تكفى يا رب 75 درجه يلا يا رب يلا على بابك. كم هي المبلغ؟ 4000 يا رب. والثاني يلا يا رب. طب لا نقول حاجه، ترى يعني 4000 دقيقه بس سم ترى 4000 و2000 يعني 2000 قويه ولا لا؟ تمرد 2000 قويه لا لا و 4000 4000 هنا لحظة أقول 4000 هنا 4000 هنا اصبر شوي خلاص والله اللي حصل لا يا شباب ما أعلنت أنا دقيقة أول. اللي حصل معانا على المركز الأول يا رب 75 درجة فرقة أنا بس أنا أقول بكل أمانة يا شباب بكل أمانة والله أتكلم جد عادي أقول ملاحظة لا بس عشان خلاص ما يتعلقون ألف مبروك ل 4000 راحت لمجموعة 49 موجودة معكم. ألف مبروك ألف مبروك يعطيكم العافية ألف مبروك شكرا جزيلا شكرا جزيلا للجميع ما يبراكم ألف عافية الفخ حبيب قلبي قبل كل شيء أنت قلت الريال يقول سم كم درجة؟ 70 انت مركز ثاني؟ كم درجة؟ فرق بينه وبينهم درجة واحدة بس. بقول لك شيخ 75 74 كم خصموا عليهم علشان هذا عندك قلت لك اعداد كيف خصموا عليهم؟ اعداد عند الاعداد خصموا عليهم وعندهم فرق عند فريق الاعداد اقول لك عند الاعداد فرق بينكم درجة درجتين عند الاعداد بعد الخصم بعد الخصم الله يعطيك العافية استمتع حبيب قلبي نستمتع الان طق 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 طيقه مع بدر يعطيكم العافيه حبيب قلبي هسه خالد تصير الافكار مقتبسه الايام الجايه يعطيك العافيه يعطيك العافيه